السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تلاميذ السادس الابتدائي. اليوم ويانا ملخص الوحدة الثالثة من مادة اللغة الإنجليزية Unit 3. ابقوا ويانا. Hello everyone, hello again. This is Karam. I'm going to teach you some English, so let's start. Should و should not. لازم نعرف الفرق بين should و must. Should اللي معناها ينبغي، اللي هي وإذا نضيف لها النفي نوت تصير shouldn't، لا ينبغي. should تستعمل استعمالات كثيرة، تستعمل مع الأشياء الطبية وتستعمل مع الأشياء غير الملزمة، الأشياء التي ليس فيها نسبة إلزامية مثل ما تشوفون هنا أنا طبية، مثل إيش؟ مثل you should put plaster، you should put plaster. must و must not، يجب ولا يجب، تستعمل مع القواعد العامة public rules. رول شنو رول؟ قاعدة، زائد الأفعال الضرورية، الأشياء اللي يتحتم علينا فعلها، الأشياء اللي نريد نعطيها نسبة إجبارية كبيرة، نسبة أمرية كبيرة نستعمل بها most. الأكثر استعمالا منه هو should، راح تشوفون هذا خلال الامتحانات أو خلال حل الأسئلة، إنه الأكثر استعمالا هو should و shouldn't. must نستخدمها عادة يعني مرة لو مرتين نادرة. الأمثلة اللي موجودة you shouldn't sleep late، لا ينبغي أن تنام متأخرا، لا ينبغي أن تنام متأخرا. you should go to hospital، هذا فعل طبي، يعني هو هذا أمر طبي، شيء طبي. hospital، you should go to hospital، you should visit hospital، تروح المستشفى يعني. شوفوا فالاستعمالات بالتالي هي هاي أكثر استعمالا should، تجي بعدها shouldn't، والثالثة must. You must be cautious، يجب أن تكون حذرا. You must not talk to stranger، you must not talk to stranger، وهاي الأقل استعمالا بيناتهم كلهم. They must not، عفوا they must not talk to stranger، لا يجب أن تتحدث إلى الغرباء، يجب أن لا تتحدث إلى الغرباء الأكثر استعمالا. فلا تتعجب إن كانت should هي الإجابة الأكثر، ليش قلنا ين should هي الأكثر شيوعا. الأفعال الطبية تستعمل should، you should take a tablet، you should take a tablet. يجب بالكم إنه tablet معناه هذا السمارت فون الأكبر شوي اللي حجمه أكبر، لا، tablet هي بالأصل معناها كبسول، كبسول وحدها شنو؟ كبسول، كبسول طبي، كبسول معدني، كبسول أي شيء، بس المهم tablet معناها كبسول، معناها الحرف، ونستعملها كذلك استعمال طبي. I should visit a doctor، I should، عفوا I should visit the doctor، قلنا الأفعال الطبية تأخذ should. I should، عفوا you shouldn't drink hot things، لا يجب أن تشرب الأشياء الحارة. You shouldn't eat a lot of sugar، ينبغي لا تأكل الكثير من السكر. When you had a headache you should take medicines، عندما يصيبك صداع يجب أن تأخذ أدوية. نجي هسه الأسماء الحالات الطبية اللي لازم نعرفها حتى إذا شفناها بالجملة نعرف أنه يجب أن نستخدم should، يجب أن نستخدم should. هاي إذا شفناها بالجملة أول شيء منه headache، headache broken arm، cough، toothache، sore throat، temperature، temperature، stomachache، feel sick، cold، rash. هاي موجودة قدامكم في الترجمة والملف مثل الدرس السابق موجود بالوصف، تقدرون تأخذونه. صداع، ذراع مكسورة، سعال، ألم أسنان، تقرح، حنجرة. headache، broken arm، cough، toothache، sore throat، temperature، stomachache، feel sick، cold، rush، حرارة أو حمى، ألم معدة، يتقيأ، برد أو رشح. cold هي نفسها معناها برودة أو برد أو يبرد، بس بالاستعمال الطبي تصير رشح، رشح ورش، طفح جلدي. تبقى هسه
the center of this lesson الأهم موضوع عندنا بهذا الدرس وهو self pronouns. self pronouns شنو self pronouns؟ شايفين من واحد يقول له أجيت يقول له إيه أجيتك بنفسي جوي نفسهم جينا إحنا جينا بنفسنا إلى كيش. هاي الأفعال يسمونها self pronouns. عفوا مو أفعال، هاي الضمائر، الضمائر يسمونها self pronouns. شنو هاي الضمائر؟ أولا myself, yourself, itself, themselves, أو ourselves. قدام كل ضمير يقابله ضمير فاعل، يقابله ضمير فاعل. شنو هاي الضمائر اللي تقابلهن؟ هاي شوف my يقابلها I، my يقابلها I، yourself يقابلها you. يعني هذا إذا أجنب جملة فهذا يجي ويا هذا وهذا يجي ويا هذا وهذا يجي ويا هذا. ما يصير نجيب هذا نخلي ويا هذا بجملة واحدة، ما يصير، لازم كل واحد وصاحبه وياه بالجملة. هذا يجي بالبداية وهذا يجي بنهاية الجملة. دائما ضمائر self pronouns تجي بنهاية الجملة، وذني الفواعل بالبداية، ضمير الفاعل بالبداية، والself pronouns يصير بالنهاية. ف myself, yourself, itself, themselves, ourselves. كل واحدة اشتاخذ هاي قدامها I، هاي you, it, they, we. هذه الضمائر هي للتملك، تستخدم في نهاية الجملة للتعبير عن نفس المتملك. شنو معناها؟ أنا بنفسي، أنت بنفسك، نحن أنفسنا، هم أنفسهم. عندنا ضمائر أخرى مثل herself و himself، هسه راح ناخذهن بس فيهن نقدر نقول شرح شوية. مثل هاي المثال قدامكم I write the story myself, you kept it for yourself. شوفوا ال I تجي ويا self وال you تجي ويا self. I تجي ويا ال my وال you تجي ويا ال where وال we تجي ويا ال ourselves. ourselves. They walk on it themselves. شوفوا they تجي ويا themselves. زين بقت عندنا شغلة أخيرة وهي herself وال himself. شنو ذن؟ ذني وذني فواعل مالتهن. عندنا ضميرين مهمات وهي himself وال herself. herself معلومة بسيطة ولو بعد وقت إلها بالنسبة لكم، يعني itself هي نفسهن بس تستخدم لغير العاقل، تستخدم مثلا للحيوانات، للجماد، للكذا، يعني مو وقتها هسه، بس عندكم تعرفون ان الات تجي ويا الات. شو بقى عندنا؟ بقى himself. himself معناها نفسه، و herself معناها نفسه. شو وقت تستعملهن ذني؟ ذني نستعملهن ويا ال he وال she. نستعملهن ويا ال he وال she. ال himself تجي ويا ال he والherself تجي ويا الشي. فكل واحدة من ذني هالسين قدامها الفاعل مالتها، شلون نوفق بالجملة؟ مثل ما أخذنا قبل شوية، مثل ما أخذنا هاي اللي قدامكم I write the story myself, you kept it for yourself. الفاعل يصير هنا، وشوفوا yourself هاي الكلمة تصير بنهاية الجملة. ما نريد نطول بها لأن هذا شيء يعني فرغنا من يوم سابقا. ناخذ هسه using internet. using internet اكو شغلتين مهمة بهذا الموضوع using internet، وهي لازم نقسم الأشياء المهمة اللي بي، مو كلها طبعا، الأشياء المهمة اللي بي إلى physical مادية و electronical برمجية digital رقمية. فالمادية اللي موجودة عندنا هي شنو؟ computer, smartphone, tablet. بني شغلات مادية، هنا تابلت معناها سمارتفون، كمبيوتر، سمارتفون، تابلت، تعرفون معاني بني. هذه أشياء مادية. شنو هاي الأشياء مادية؟ بالمقابل عندنا أشياء برمجية ديجيتال. البرمجية شنو هاي؟ هذن اكسس، شوفوها اكسس، ويب سايت، سيرش،
login, web page, navigate, scroll up, scroll down. راح تشوفونها هاي قدامكم. web page معناها صفحة. navigate تنقل. scroll up تمرير لأعلى. scroll down تمرير لأسفل. access دخول أو ولوج. website موقع إلكتروني. search بحث. login تسجيل دخول. هسه هذا التمرين اللي راح نحله هو تمرين مهم. اليس راح نخلي قدامها صح والنون عفا فارغة. النو تبقى فارغة. read 6 ways to stay safe online again and tick and tick yes or no. you shouldn't share your thoughts with friends. this is a good password. عفوا you shouldn't share your thoughts with friends. يجب أن لا تشارك أفكارك أو يعني خصوصياتك مع صديق. Yes. This is a good password. No. نانا تبقى فارغة نكتب no. If you don't like something online, tell an adult. أخبر رجلا كبيرا. عشان نخلي yes. ثانية you must never meet people that you only know online. Yes. Tick. You should never keep your personal information safe. You should never keep your personal information, you know, safe. شنو هاي نو نو لازم تخليها آمنة. لأن never غيرت معنى الجملة. never تقلب معنى الجملة. بدون never يصير ينبغي عليك أن تحفظ معلوماتك الخاصة آمنة. بس هنا never لا يجب عليك أبدا أن تحفظ معلوماتك الخاصة. It is bad idea to put your phone number online. وهو هذا صحتك. من الخطأ أن تجعل تليفونك شنو your phone online. خلي تليفونك online يعني معروف للناس. هسه هذا التمرين هذا خلون should do must. I have a headache. I خلينا should. I should lay down أستلقي جانبا. اثنين you must have a secret password for your email. ليش استعملنا must؟ لأن دائما بأشياء النت الأونلاين نستعمل must بس هي قليلة استعمالاتها. When the weather is hot you should drink enough water. My mom said فراغ عفوا لو should لو must فإحنا شفتارينا must. Wear my new shoes. أرتدي حذائي الجديد. نختارين should. I shouldn't wear. بالمطر ما يصير ألبس حذاء ممطر. حذائي الجديد. خمسة. You must not meet a person that you only knew online. Six. He has a broken arm. He must should go to the hospital. You have a cold and a cough. You must not عفوا must not أو should not go to school. إحنا شفتارينا should not. أنت عندك سعال ولا ينبغي عليك أن تذهب إلى المدرسة. ماني she cut her finger with a knife. she should put a plaster. شنو بلاستر؟ لفاف. لازم تخلي لفاف. قلنا الأفعال الطبية نستخدم وياها should on it. اليوم هاي الرسالة بس راح نقراها بس نقراها إن شاء الله بالدرس الأخير ما بعد اليونت الرابع إنشاء الرسالة شرح كامل وأنطيكم نماذج حتى اللي ما قدر على الشرح مجرد يحفظ هاي الرسالة وهذا هو. فبس راح نقرأها هاي اليوم. to معناها إلى يعني هنا تكتب الشخص اللي تريد ترسل الرسالة write a name here to فلان مثلا. Subject a body day. Subject موضوع الرسالة اللي تريد تكتبه. نيجي هنا الرسالة متكونة من ثلاث باراجرافات ثلاث مقاطع. أنت رسالتك متكونة من مقطعين بس مقطعين. تبدي بها هيج. لو هاي لو دير أحمد. هو هنا body هاي. هاي. I had a bad day yesterday. I went to the park with my team to practice playing volleyball. أتمرن وألعب كرة الطائرة. It was a hot day and we played for 5 hours. I only had a cup of tea for breakfast in my big bag. I had a big bag of sweets and small ton of cola.
I was wearing my younger brother's trainer because mine were at school. I was also wearing my new woolen sweater because I like it so much. At first, I had a headache, but I didn't stop playing. Then I got very hot, but I didn't stop. Then my feet started to hurt. Then I felt very bad and I felt dizzy. This is a picture of how I felt. My friends carried me home. My mom and dad gave me a water. My mom and dad gave me a water to drink and put me to bed with a cold towel on my head. My mom made me some soup. أمي صنعت لي بعض الحساء. I feel better now. But yesterday was a bad day. أحمد. هنا بالأخير نكتب شنو اسم الشخص صاحب الرسالة. تكتب اسمك هنا. فهذا الشكل الأولي للرسالة. Thanks everyone. Any question I will have on these seats. Thank you for listening and best wishes to all of you. And keep the good work.